إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واعلموا أن هذه الأيام دول، من سره زمن ساءته أزمانه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من كتاب ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبين سبحانه وتعالى أن ما يخطر بالضمائر وما يخلد بالخواطر فالله محيط به جل شأنه، ولا يغيب عنه مثقال في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكيف بمن يعيث في الأرض فسادا؟ كيف بمن يقتل الأبرياء؟ كيف بمن يهدم الدور؟ كيف بمن يشرد الناس من دورهم وأوطانهم؟ أصغر من الذرة لا يغيب عنه، فكيف بالأكبر من ذلك؟ كيف بالأمور العظام؟ إلا أنه جل شأنه حليم عظيم لا يغضب كغضبة أحدنا، ولكنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يكد يفلت. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: شهدنا مع رسول الله، يعني غزوة من الغزوات، فنظر إلى رجل فقال من أهل النار، فتعجب الصحابة في صفوف المسلمين ومن أهل النار، فلما حضرت المعركة قاتل قتالا شديدا مع المسلمين فقتل. بداية الحديث أو الرواية هكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من أهل النار، وذهب إلى النار فارتاب الناس، أصابتهم ريبة ودخلوا
فتبعهم بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله إنه لم يمت، إنه لم يمت وإنما جرح. فلما كان من الليل لم يصبر على جرحه فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام مناديا: يا بلال، أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. في الجمعة الماضية قلت أن الدين قائم. سيقومون. والعاقبة للإسلام وللمسلمين. يصيبنا شيء من الضعف والوهن، لكننا بإذن الله إذا استقمنا على أمر الله وتعظيم الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العاقبة للإسلام والمسلمين. إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. قد تنظر اليوم إلى حاكم الشام وهو يعبث ويعيث في الأرض فساد، يقتل الأبرياء. بداية الفتنة تحدثت وسمعتم ما قلت، واليوم بناء على ذلك التصرف الغلط الذي حصل من بعض الرعية استمر الانتقام إلى هذه الساعة بسبب ذلك الغلط، فلا زال يقتل حتى أطلق الغاز الكيماوي على المسلمين، الأطفال والشباب والنساء، ويقتل. ولكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. إذا تخاذل أقوام فستأتي أقوام. يقتل المسلمون والعالم ينظر صبرا. والله سبحانه وتعالى أنفذ أمره فأغرقناهم أجمعين. وحين يتخاذل المسلمون في مواقف كهذه لنتأكد ولنعلم علم اليقين أن الله قانون السماء عدل، وسنرى بعيوننا بإذن الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيش بين أصحابه ويقاتل أو يمشي في الغزوات، وقد كان هناك عدد من المشركين يقتلون المسلمين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. فمثلا سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية ورجل ثالث، وذكر البخاري أنهم أربعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو عليه، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم
لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. هؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم، والرابع معهم كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية توقف عن الدعاء، توقف عن الدعاء. ولكن الذين يظلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم. يعني المظلوم سيدعو. ونحن اليوم ننظر إلى ما يجري في الشارع على يد هذا الطاغية، والمسلمون هناك مظلومون. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا، كان يدعو بنجاة المسلمين. ونحن ليس لنا وليس بأيدينا وليس عندنا شيء نقدمه، تنحرق قلوبنا وأفئدتنا على إخواننا، ولكننا نرفع أكف الضراعة إلى الله. فهؤلاء الرافضة أعظم خطرا وأشد خطرا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. اللهم فأنجي إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أنجي إخواننا المسلمين في سوريا. هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع يديه ويدعو. ومن دعائنا: اللهم كن لهم عونا ومعينا، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم داب جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكشف الأمة هذه عنهم وعن جميع المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم عليك ببشار فإنه لا يعجزك، اللهم عليك ببشار فإنه لا يعجزك، اللهم اجعل عليه اللهم اجعل عليه سنين كسنين يوسف. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه على الكفرة والمشركين يومئذ: اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم فاجعل على بشار كذلك، اللهم دمره، اللهم دمره هو وأعوانه ومن يعينه على قتل المسلمين وتهديم دوره. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم إنه لا يعجزك يا قوي يا عزيز، اللهم دمره شرة، اللهم أهلك، اللهم أهلك، اللهم أهلك هو وجنوده وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ضربت أمريكا ولا نبي، فملة الكفر واحدة، لكننا نصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فنسأل الله أن يجعل فيما أرسل إليه وما سيأتي وما سينزل عليه من الله من غضب محيطا به بإذنه وبحوله وقوته. اللهم إنك أنت القوي العزيز، اللهم لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عنك مثقال ذرة، وإخواننا مضطهدون هناك وأنت تسمع وترى. اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم عليك بطاغية الشام بشار، اللهم عليك بطاغية الشام بشار وجنوده، إنك أنت القوي العزيز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أصابت الأمة الإسلامية قديما كما قلت أعظم مصيبة هي موت رسول الله، ثم بعد ذلك ما حدث في الصحابة وما حدث بينهم، ولكن ستبقى هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس، وستكون العاقبة بإذن الله لهم، والنصر والتمكين إن هم استقاموا على أمر الله. فإن ضيعوا فبقدر ما يضيعوا يضيعون. والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق، فعلينا الصبر وعلينا الاحتساب. إن لم يكن حيلة إلا الدعاء، فالدعاء من أعظم الأسلحة. إن لم يكن حيل لنا حيلة إلا أن نرفع كفنا إلى الله، فلنعلم أن أعظم سلاح وأقوى سلاح هو الدعاء، لأننا ندعو من؟ ندعو الله الذي أمره بين الكاف والنون. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، أرحم بنا من أمهاتنا، ولا يوجد على وجه الأرض رحمة تحيط بالطفل بعد رحمة الله ورحمة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من رحمة الأم. ومع ذلك فالله أرحم بعباده من الوالدة بولده. فاللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت العظيم وأنت القوي، اللهم فعليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. الصبر والاحتساب واللجوء إلى الله، فرب دعوة سرت في ظلام الليل يقول الله لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم صلوا وسلموا على سيد الخلق محمد، فإن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيت، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم امن بالشفاء العاجل لكل مريض من اخواننا المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا